درف انطلق آخر أشواط هذا المساء كأس بروق للخيل المهجنة الأصيلة 1900 متر. نشوف الصدارة والمركز الأول والانطلاقة مع مسام كما توقعنا. مسام في الصدارة وفي المركز الأول للشيخ خالد بن جاسم الثاني. المتابعة على المركز الثاني، نشوف الحذر من أغلب الجياد وهذا غير المتوقع. مسام في الصدارة، المتابعة من هزدلين في المركز الثاني، جويل هاوس في المركز الثالث ويبدأ بالاندفاع. إرنست أولدريتش يتواجد في المركز الرابع على عكس العادة وعلى عكس المشاركة الأخيرة. إرنست أولدريتش خامس المراكز من الجهة الداخلية، وشاهد تقدم لثري دايموندز أحد الأسماء الخطيرة في هذا الشوط لأحمد حسن الجهني. لوكال لو في المركز السادس خلفه تماما لسيد سيف بن راشد الخيارين، خلفه على المركز السابع تورومونا لراشد بن عجان الخيارين أيضا يتواجد، خلفهم يتواجد الجواد اللي هو ميستيكال ميوزك لسيد ناصر بن سعيد العيدة، وتقدم على المركز السابع والثامن بين الجواد اللي هو فينديجر وأيضا الجواد حيزوم. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، مسام للشيخ خالد بن جاسم الثاني على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الآن مع جويل هاوس يتواجد في وضع رائع لجويل هاوس لسيد عبد اللطيف حسين العمادي. التحريك يأتينا من خلال إرنست أولدريتش يتواجد على المركز الثالث ثري دايموندز من ناحية السياج في وضع جيد لأحمد حسن الجهني. هس دالين لا يزال في وضع اليد إبراهيم سعيد المالكي، والمتابعة للجواد تورومونا من وسط الجياد، والتقدم لفينديجر من الجهة الخارجية. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول الآن مع العمادي. جويل هاوس على الصدارة وعلى المركز الأول. التدخل من الجهة الخارجية لتورومونا. ميستيكال ميوزك أيضا قادم وفينديجر أيضا، لكن تورومونا هو الأقرب وإرنست أولدريتش قادم بكل قوة وتورومونا أيضا. إرنست أولدريتش على الصدارة، تورومونا في محاولة، إرنست أولدريتش العمادي إلى الصدارة وإلى المركز الأول، تورومونا في المركز الثاني. يتم تكريمه من قبل عبد الله بن راشد الكبيسي مدير السباقات في نادي السباق الفروسية، ومع الإنجاز للخيال سفيان سعدي. Congratulations سفيان، you deserve it. The best is for the best. Because you play CrossFit all the time. Stay stay. والآن مع المدرب بدر البلوشي. إنجاز جميل. يتسجل في سي في بدر بلوشي في هذا السباق الجميل، وكذلك مع المالك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي. ألف ألف مبروك يا أبو حسين. نذكركم مشاهدينا ومستمعينا يتم تكريمهم من قبل السيد عبد الله بن راشد الكبيسي مدير إدارة السباقات في نادي السباق الفروسية، والآن صورة جماعية مع الخيال ومع أبناء المدرب بدر بلوشي، وكذلك مع المالك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي وأبو شعيل وكل محبين بصراحة